سنة حكومة الجزائر الجزء الثاني، الفيديو الجزء الثاني. أبا 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 يا الجزائريين، وش نقولكم؟ والله وش نقولكم، راهي خلات تهديدات برتوشية من أعلى المستوى، تهديدات بالحرب، تهديدات بالقتل، غير عسوا روحكم يا الجزائريين. أي خلاص، قالك راح نحتلوا الجزائر، لكن بواش؟ الله أعلم. وين راح يحتلوا الجزائر؟ راح يحتلوا الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي. تشفوا عليه هذا البوكيمون ولا ما تشفاوش؟ هذا البوكيمون اللي أدبوه الجزائريين واحد الخطرة ونربطوه وشبعوه ضرب وسقالي وسيحوا عليه المال. المهم خلاو لوالو الجزائريين، كان يسب الجزائر ومن بعد بدل يعني، ولا ما يسبش الجزائر وإنما يدعو إلى طوى طوى، أو زاد رجع إلى المهنة تاعه المفضلة واللي هو تهديد الجزائر. هذا يهددنا يا الجزائريين. مكعب كيما هذا يهددنا، والله مهابل مهابل البراتيشات. المهم يا الجزائريين، كامل اهبطوا لتحت وخليوا لايك للفيديو، خلي لايك خويا الجزائري، رانا ندافعوا عن هذا الوطن وراهم مهبلونا بالسينيال. وما تنساوش حاجة، ردوا عليه انتوما في التعليقات، لكم كامل حرية التعبير باش تردوا على المكعب هذا في التعليقات، مدوله وش يسحق في التعليقات، لانه يحبوا يسمعوا كيفاش يتهانوا وكيفاش الجزائري يبزق لهم على وجوههم. نكملوا نشوفوا الفيديو ونضحكوا، يعني شكرا يا برتوشيين، شكرا خليتونا نضحكوا خليتونا نزهاو، والله شكرا من القلب. تنويش هذا على الخطر، تنويش على الشر، مرحبا مرحبا. كما يتمتوا لنا جوج شهداء مسلمين، واحد لا يطلق سلاحه، احنا معاهم، وعطلنا على خط المسلمين، وحنا ديما مغاربه، بقاو ديما مغاربه. اذا كنت ناوي شي حاجه ديال الشر، ناوي الحرب، ناوي الانقلاب، ولا تا مرحبا. كتلوب سيد الله ينصرو ملك البلاد، الله يشافيه. حاب برك يعني فيديو كيما هكذا من عند برتوشي ما يجبدش سيدو، هذا ما كان. حبيت كاش فيديو، ما كانش ما كانش. كامل يقدسوه، كامل يعبدوه. كانت شي حاجة احنا موجودنا سيدنا، كانت شي حاجة لي شرف تامن هذا الوطن هذا، كانت شي حاجة احنا موجودن، واخا مخدام لا في المغسل، مخدام كاع مرة، ما عندها ما يدير، احنا موجودن، ولي شرف تامن هذا الوطن هذا. أي واحد بغى النقيلة، بغى الحرب، احنا موجودن. المغاربة حاكم العالم، العالم العالم، خليكم معايا قبل معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة اللي داخل الوطن وخارج الوطن، معكم نور الدين الفاطمي ملقب بالشينوي، مواطن مغربي. لي شرف كنتامل هذا الوطن هذا. يا الجزائريين، شينوي بصح ما يشبهش للشناوة، أناني حرت فيهم العباد هادو. يا وطلقتوا علينا المهابل تاعكم ولا كيفاش؟ وين راهي الدولة تاعكم؟ احنا حابين نواجهوا الدولة تاعكم، ما نواجهوش هذو المهابل هادو. هو المغرب رسالة الجزائر، مش الشعب الجزائري، شاد الريادي جزائرية في محرقة، ولكن ما نحرقهاش. علاش؟ كاين واحد الشعب الجزائري اللي هو كيبغي المغرب، كاين واحد الشعب الجزائري اللي هو مناسب مع المغرب. ما كانش منها هذه، ما كانش منها، ردوا عليه في التعليقات. تحبوا المغرب يا الجزائريين، جاوبوا بكل دبلوماسيه، اللي عنده كاش رد ولا يجاوب من تحت، جاوبوه جاوبوه. كاين خوت جزائري اللي هما كاين عائلتهم في المغرب، ماشي عن جيو حرقوا الدرابو، حنا الدرابو ما حرقوش. علاش؟ حيت درابو ديال المسلمين. هذا رسالة كنوصلها للحكومة ديال الجزائر، حكومة إرهابية، اللي هما قتلونا خوتنا مسلمين، اللي هما قتلونا خوتنا مشيدين، تعرفوا بينهم وبين الله، تعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن محمدا رسول الله. حنا كنا مسلمين وكنا خوت، خاصنا نكونوا خاوة خاوة بلا عدوة. ولكن هاد الناس هادو اللي قتلونا خوتنا، اللي هما مغاربه يتموا وليداتهم وبكاو الوالدين ديالهم، حشومه وعيب، حشومه وعار اصاحبي. ما خاص الفتنه تكون بيناتنا بين الجزائر والمغرب، خاصك تعرف، خاصك تعرف واحد القضيه،
للشعب الجزائري للشعب المغربي اللي مشاو تاكلوا خاوة خاوة هاي حكموا العالم. الله يبارك الله يبارك. تما نحكموا العالم مع ناس شافت بنادم في القمر انعميه نحكموا العالم. ان شاء الله بربي. انا عارف شكون يدير الفيتنا وعارف الفيتنا اللي جايه وعارف بزاف الحوايج. هاك شمس الحكومه ديال الجزائر، الحكومه ديال الجزائر دينك الحقيقه ديالها ارهابيه. الحكومه ديال الجزائر ما بغاتش تكون مع الحكومه ديال المغرب خاوه خاوه، خزيمة العداوه باش الشعب الجزائري والشعب المغربي باش ما عمرهم يتفقوا ما عمرهم يكونوا خاوه خاوه. الحكومه ديال الجزائر كتقري وليداتها على المغرب ديما اعداء ديال الوطن. الحكومه ديال الجزائر كتقري هاد الرايه هادي ديما اعداء ديالها، ولكن هاد الرايه هادي ما عمرها كانت العدو ديال الجزائر. ولكن الجزائريين بينتوا راسكم حقادين، وبينتوا راسكم غدارين، وبينتوا راسكم ارهابيين. على بالك الجزائريين شفتوا كل الصفات العيانه تاعهم لصقوهم فينا سبحان الله. ما على باليش شكون اللي راهو يربي ولادو على الحقد، ما على باليش شكون اللي يربي ولادو على انه تندوف وبشار تابعين ليهم. في المدارس يقراو على انه تابعين ليهم من عميه، قريب حتى يروحوا لموريطانيا يزدوا يديوها. يا اخي حاله عبد مهابل. ما كتبتلوش الاسلام، ما عندكمش نقطة ديال الاسلام مع المغرب. حنا كنا خاوة خاوة، كنا مسلمين ياك، ولكن هاد الهضرة ديال المسلمين وهاد الهضرة ديال حنا كنا خاوة خاوة راه نفاق. كيفاش انت تحكي لي بالدين الاسلامي وحنا مسلمين وكذا، لكن في نفس الوقت انتم مطبعين وجبتوا بنو صهيون وراكم تتعايشوا معاهم بشكل عادي؟ هذه اللي حبيت نفهمها انايا، كيفاش تحوس الجزائري يكون خاوه معاك كما راك تحكي انتايا وانت مطبع وانت جايب بنو صهيون؟ هكذا ما تصلحش ما تركبش. نافقونا وكنافقوكم من الاخر الواقع تنقولوا لكم احسن تكونوا مسلمين ماشي بالفم، احسن تكونوا مسلمين ماخصوش تكونوا منافقين، خصو يكونوا خاوة خاوة ويكونوا مسلمين. ولكن ملي قتلتو ليا خوتي مغاربة الدم ديالي كتمثلو نتوما إرهابيين ليس مسلمين. ما كتخافوش الله، بينتو راسكم حقادين وغدارين ليس مسلمين. والله غير بوكيمون كوميكو خلاص. تفرج الجزائري وازها وضحك، على بالي كامل راكم مقلبينها بالضحك، لكن زيدوا اضحكوا زيدوا اضحكوا في التعليقات ما تخليوا له والو. اخر رساله كوصلت سيدنا الله ينصرو محمد السادس الى هاد الناس الجزائر، الحكومه ديال الجزائر الارهابيين اللي كانوا ناويين شي حاجه ديال الحرب ولا اي حاجه ناويين في عقلهم هما، انا موجود كنتابع هذا الوطن هذا باش ما بغاو. قلنا هالكم رانا نستناو فيكم، انا نستناو فيكم من الاخر، حبينا الحرب حتى حنايا يا اخي. هكذا يا الجزائريين عم قال لك حبه وحبوا الحرب، اما لا ما حنا رانا نستناو فيكم حرب سياسه باش ما بغاو. حنا موجودين اي حاجه قادر عليها، اي حاجه موجود عليها. هذا هو التجديد، ولكن جنت الراسي ترينيت الراسي قادر على اي حاجه. كنتمنى سيدنا الله ينصرو الا كانت شي حرب شي حاجه هو الناس يديروا الخير بنات البلاد. حنا معاك سيدنا، حنا معاك ونموت معاك ونبقاو معاك حتى النهايه. ما كاينش خشونه وما كاينش زعما شي حاجه اللي تقول زعما درها خائن. حنا كنمثلوا الوطن ديالنا وكنبغوا الوطن ديالنا وكنحبوا سيدنا الله ينصرو. سيدنا نهار طبع مع اسرائيل وانتم حاقدين عليه، سيدنا نهار اللي دار بروجيات مع اسرائيل وانتم حاقدين عليه. علاش؟ شو المغرب؟ شفتوا يا الجزائريين باللي يفتخروا بالتطبيع تاعهم وبانه داروا مشاريع مشتركه مع بنو صهيون؟ شفتوا شحال يفتخروا بهذا الشيء ومن بعد يجيو يحلوا فامهم؟ غادي مستقبل كبير. علاه نتوما تاخرتوا عليا؟ نتوما مكروهين والعالم كامل عرفكم قلبكم كحل من جيت المغرب. وما تنساش واحد القضيه، اخر رساله غادي نوصلها، المغرب حاكم العالم. المغرب اللي بغا يثبت الاسم ديال المغرب
يتوضا ويسلي فمو. سمعتوا اخوتي الجزائريين، وهذه هي الرساله اللي كنوصل لكم، ومع احتراماتي اخوتي المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن، ومع احتراماتي الرجال الشهداء، وكاين واحد الناس اللي هما عائلات ديال الجزائر، مع احتراماتي لهم. علاش كيبغيو بلادنا وعندهم عائلات هنا في المغرب؟ مع احتراماتي لهم. من قبل انت تعاود فيها باللي كاين عائلات، يا وانتم راكم عندكم من واحد 800,000 هنا عايشين في الجزائر ولا اكثر؟ غير بلع فمك بعد، غير بلع فمك يا البوكيمون. حكومة الجزائر ديما تنقولها ديما تنكررها، حكومة الإرهابيين، حكومة المكروهين، حكومة غدارين. سيدنا ديما الله ينصرو ديما تكبر بيكم، ديما كيجبدكم بالخير، ولكن انتم كتجبدونا بالشر. ومع احتراماتي خوتي المغاربة اللي قلبهم زوين واللي كيمثلوا الوطن واللي كيبغيو سيدنا، مع احتراماتي لكم عند خوكم نور الدين الشينوي، حنا ديما المغرب، الله، الوطن، الملك. وهذوك الناس اللي ماتوا الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. والله يا الجزائريين غير تتفرجوا ميت بالضحك. شوفوا كيفاش مداير هذا شينوي. مسمي روحو نور الدين الشينوي. نور الدين الشينوي ما تركبش، والله ما تركب، والله كيما دير لها ما تركبش. عنده الصح الوزير تاعكم كي قال باللي 48% من المراركة مهابل، اقسم بالله غير عنده الصح. كل يوم راني نتاكد اكثر واكثر باللي واش قال ما كانش يتمسخر، السيد كان سيريو، كان يحكي تاع الصح باللي مهابل من الاخر. المهم اني خليت لكم الفيديو باش نتوما يا الجزائريين تردوا عليه في التعليقات، ردوا عليه، مرمدوه، ما تخليوا والو في التعليقات، لكم كامل حرية التعبير. هذه هي، ما تنساوش برك قبل ما تخرجوا من الفيديو تهبطوا كامل لتحت، تخليوا اللايك تاعكم، وما تنساوش حاجة ثانية، افتخروا بالجزائرية تاعكم في التعليقات. السلام عليكم.